قيادة المركبات جزء أساسي من حياتنا اليومية، وهالشيء يحملنا مسؤولية كبيرة اتجاهنا واتجاه قائدي المركبات الأخرى. في آخر الدراسات لقينا أن نسبة كبيرة من الحوادث والازدحامات اللي ما لها معنى تنتج من السائق نفسه، والسبب سلوكيات خاطئة وممارسات سيئة مثل الثقة الزايدة في القيادة، عدم الانتباه والعصبية. ويمكن نتفادى هذه الحوادث بسهولة إذا التزمنا بقواعد المرور وإرشادات السلامة. عشان كذي شركة نفط الكويت بادرت بحملة القيادة الآمنة لزيادة التوعية بمواضيع السلامة في الطريق بمبادرة فريق الصحة والسلامة والبيئة للشؤون الإدارية. بهذه الحملة راح نستعرض لكم أبرز المواضيع المهمة والإرشادات اللي تخلينا نتجنب هذه الحوادث.